أهلا بكم في مطبخ بسمتي. هذا الأسبوع رح أقدم لكم وصفة الفانيلا آيس كريم، لأنه كتير طلبتوها مني الأسبوع الماضي لما قدمت لكم الآيس كريم ساندويتش. فهي أسهل طريقة لحتلاقوها لحتى تصنعوا الفانيلا آيس كريم. لهالوصفة بدنا كوب كريمة للخفاء يلي هو معروف بالسوق تحت اسم ويبينج كريم، بدنا نص كوب حليب محلى مكثف ومعلقتين صغيرة خلاصة الفانيلا. أول شي رح نوضع الكريمة بوعاء ورح نخفقها لحتى تتماسك. ما رح نفوق الكريمة زيادة بس لحتى تتماسك بهذا الشكل. هلا رح أضيف الحليب المحلى المكثف مع الفانيلا وحأخلط بالسباتولا، رح أقلب المزيج لحتى يختلط بالكامل، بس كتير لازم ننتبه إنه ما نروح الهواء اللي موجود بالكريمة. هون عندي قالب كيك مستطيل بطول 20 سنتي، رح أغلفه بورق نايلون غذائي وحأسكب الفانيلا آيس كريم داخل القالب. حنغلف سطح الآيس كريم بالنايلون الغذائي وحنوضع القالب بالفريزر على الأقل لمدة 12 ساعة لحتى الآيس كريم يتماسك تماما. وهلا بعد ما جمد الآيس كريم حنزيل النايلون اللي على السطح وحنحط طبق فوق القالب ونقلب لحتى نطلع الآيس كريم. حنزيل هلا النايلون بالكامل. مثل ما شايفين صار عندي قالب. لو حبيتوا تصنعوا الآيس كريم ساندويتش فيكن تقطعوا القالب إلى الشرايح وتستعملوا الكوكي كاتر لحتى تقطعوا الآيس كريم على قد الكوكيز. فيكن كمان تقدموا هذا الآيس كريم بهذا الشكل، بيطلع كتير حلو. فيكن تزينوه بالتوت، أو كمان لو حبيتوا فيكن تحطوا الآيس كريم بأكواب فردية حسب انتو شو بتحبوا والطريقة اللي حابين تقدموا فيها الآيس كريم. بتمنى كتير اسمع رأيكم بهالوصفة. شاركوا معنا الصور على صفحتنا الفيسبوك، عطوني رأيكم هون بالكومنت، وانتظروني الأسبوع الجاي بوصفة جديدة.